أول شيء مساء الخير عليك يا علي، ومساء الخير للمشاهدين والمستمعين. فعلا يا علي شيء مؤسف أنه في الوقت اللي نعرض فيه تقرير يعني لحالات عنوانها طبيب سعودي عاطل، فعلا هو نفس الوقت اللي تحتاج السعودية فيه لهؤلاء الأطباء، لأنه نسبة الأطباء السعوديين في السعودية لا تتجاوز 25%، وعندنا قرابة 100,000 طبيب وافد، وأبناءنا بالآلاف أمامهم عقبات كبيرة. في نفس الوقت نشوف أطباء السعوديين برزوا على مستوى عالمي في تخصصات دقيقة في كل أنحاء العالم، ولا يلقوا عندنا لا تصنيف حقيقة ولا إنصاف، ولم يصنفوا في السعودية. هي مفارقة غريبة. والمفارقة الثانية أيضا أنه الأطباء السعوديين الخريجين الآن اللي يعني اجتازوا المرحلة الدراسية أمامهم اختبار أقرب إلى التعقيد كما يرونه، وآلية هذا الاختبار مبهمة. للحديث عن هذا الموضوع ونقاش، وأنا معي في الاستوديو الدكتورة لوجين النصر طبيبة امتياز، والدكتور حماد الشيخ طبيب امتياز تجاوز الاختبار لكن وقفت أمامه عقبة أخرى. مساكم الله بالخير. أبدأ معك دكتورة لوجين، إيش المشكلة اللي واجهتوها مع هذا الاختبار اللي اليوم قدمته الهيئة، وهل هذا الاختبار يتطابق مع المعايير العالمية، مع الاختبارات اللي موجودة على مستوى العالم؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بس عشان نوضح حاجة للمشاهدين، إحنا كأطباء وطبيبات الكليات والجامعات الحكومية في المملكة أنهينا مسيرتنا التعليمية اللي هي 7 سنوات، والسنة الأخيرة كانت سنة تدريبية في أحسن المستشفيات وعلى أيدي أحسن الاستشاريين موجودين في المملكة. طبعاً في اختبار الفاصل ما بين مسيرتنا التعليمية ومسيرتنا المهنية اللي هو الاختبار الهيئة للتخصصات الصحية. طبعاً اختبار من صعوبته نوصف بالاختبار التعجيزي، اختبار غير منصف بحقنا نحن كحديثي التخرج من الكليات والجامعات الحكومية، اختبار ما قاس مدى معرفتي خلال السنوات 7 الماضية، ولا احتوى على الحد الأدنى كما ذكر في بيان صحفي للهيئة، ذكروا أنه هو احتوى على الحد الأدنى من المعلومات. طب مطابق الاختبار دكتور لجين للمعايير العالمية للاختبارات المقدمة؟ هم ذكروا في مقابلات سابقة أنه هو مطابق نعم للمعايير العالمية، ولكن أنا بقول أنه في المعايير العالمية أو الاختبارات العالمية من يؤسملي وغيره في ستيبس، في خطوات، في تجهيز، في خطط مدروسة للطالب. هذه موجودة هنا أو مش موجودة؟ ما هي موجودة هنا. اللي موجودة برا أنه أنا أدخل على كلية الطب في السنة الثانية يبدوا يحضروني ويجهزوني لاختبار اليو اسميلي مثلا في ستيب 1 اللي هي في السنة الرابعة من الدراسة أنا أجتازه عشان أكمل في مسيرة الطب. في ستيب 2 اللي هو في السنة السابعة اللي زينا الآن تخرجوا ياخذوا ستيب 2 يصنفوا كطبيب عام، يعني هو تحت اسم استشاري، لا يحق له تشخيص، لا يحق حتى صرف دواء، يكون تحت مسمى استشاري. في الآن أطباء يبوا ياخذوا بورد، يبوا ياخذوا تخصص معين من جلدية، تجميل وغيره من التخصصات اللي هو ستيب 3 اللي يحتوي على التخصصات الدقيقة اللي هم الآن حطونا إياها في الاختبارات. هذا على مستوى العالم مش موجود بهذه الطريقة يعني. ما هي موجودة في العالم. جميل. لما طيب. يكون في العالم معليش، لما يكون في العالم نسبة النجاح مثلا في يسملي اختبار يسملي من 94% إلى 98%، ويكون النجاح عندنا في السنة هذه ما يقارب 72%، و28% نسبة رسوب، هذه نسبة هائلة. عندك 1000 طبيب وطبيبة ما يقارب 1000 عاطلين عن العمل موجودين في بيوتهم. رقم كبير. احنا ينضم لنا هاتفيا الدكتور زياد الحربي رئيس وحدة جراحة الحروق ورئيس الاستشاريين بقسم جراحة التجميل والترميم وجراحة اليد بمستشفى أخن الجامعي بألمانيا. دكتور زياد مساك الله بالخير، شكرا لتواجدك معنا. أنت يعني من الأطباء اللي ربما لم يصنفوا، وأبغى أسألك كيف شايف الآلية اللي اليوم موجودة في التصنيف بخصوص الهيئة السعودية؟ مساك الله بالخير حبيبي سامي. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الدعوة الكريمة في MBC في أسبوع. طبعا موضوع تصنيف التخصصات في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية صار عليه لغط كبير زي ما أنت عارف الفترة الأخيرة، والموضوع حيوي بل أصلا احتياج دولة كبيرة مثل المملكة العربية السعودية. طبعا إحنا هنا لما بنتكلم عن موضوع التصنيف بنتكلم عن موضوع تصنيف تخصصات دقيقة لها أهميتها أو تخصصات عامة. ففي الفترة الأخيرة كان في كلام مثلا على سبيل المثال على جراحة القدم والكاحل من زملاء كثير يعني قاموا بهذا التخصص كتخصص دقيق، وأنا يعني شخصيا بأستخدم علمهم في هذا المجال كجراح ترميم وإعادة بناء وإصلاح في هذا المجال. وبالتالي يعني بنشوف إحنا في بعض الأحيان أن التخصصات الدقيقة أصبحت أهم من التخصصات العامة في كثير من الظروف. لكن من الجانب الآخر بنلاحظ أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قامت بعمل درجات عليا ومتوسطة وأدنى من ذلك للشهادات العالمية، فمثلا يعني ألمانيا والسويد وهولندا كدول كبيرة في الطب صارت في مجموعة بي وما حطوها في مجموعة A كدول أخرى، وبالتالي أصبح المبتعث الطبيب في هذه الدول
يعني يواجه حقيقة لابد أن يقبل بها هذا المبتعث. أيوه. ولكن السؤال اللي ينطرح هنا هو أنه القطاعات المختلفة في المملكة لما أبتعثت هذا المبتعث أبتعثته بناء على خطة مدروسة وإلى مكان معين عشان يرجع للسعودية ويفيد الوطن بإذن صحيح. الله تعالى صحيح. ولكن اللي صار أنه أتحط في الأمر الواقع والآن صار الكلاسيفيكيشن إلى بي وما صار A زي ما كان بيصير أول، وعشان كذا بتيجي الهيئة السعودية للتخصصات وستقوم بزيارة إلى ألمانيا مع وزارة التعليم الأسبوع القادم، وأتوقع كمان مع وزارة الخدمة المدنية إذا ما كنت غلطان، لإعادة تقييم ووضع تصنيف دولة ألمانيا، وبالتالي كمان ممكن كمان بعدها دول أخرى وضعت في هذه الخانة مع الحفاظ على سلامة المرضى. طبعا أنا بقول هذا الموضوع من حكم تجربة شخصية بسيطة لم يتم الانتهاء منها إلى الآن ولم يتم البث يعني في القرار النهائي، ولكن أنا قدمت برضو أوراقي على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بحكم الأشياء اللي عملته في ألمانيا من عام 2009 إلى الآن، يعني إحنا بنتكلم عن 8 سنوات ونص أو أكثر من ذلك مع اللغة، يعني يمكن أكثر من 9 سنوات. والمفاجأة أنه تم تصنيفه إلى أخصائي أول وليس إلى استشاري، والحجة هنا أنه كانت سنوات الخبرة هي 2 وشهرين بعد البورد الألماني وبعد البورد الأوروبي بعد ما أتممتها لمدة 6 سنوات. لكن أيضا تفاجأت بالمطالبة للدخول أيضا إلى اختبار لشخص وصل إلى مرحلة استشاري في أكبر مستشفيات ألمانيا بل وأعلى من ذلك. وبنشوف كمان عندنا في ألمانيا متميزين، يعني مو فقط يعني زياد الحربي وخلاص، لا بالعكس أنا أتشرف فيهم. كثير من الأطباء السعوديين حقيقة دكتور زياد يعني قدموا نموذج للطبيب السعودي اللي موجود اليوم في مستشفيات عالمية حقيقة مفخرة. شكرا، ونحن يعني نقدر هذا العمل اللي قاموا به هؤلاء الأطباء، نقدر هذا العمل اللي أنت قمت فيه دكتور. لكن أبغى أسألك كيف تشوف موضوع إعادة النظر في تصنيف التخصصات اليوم إذا أنت متضرر من هذا الموضوع؟ هو مو بس أنا الوحيد المتضرر، إحنا في عندنا لستة كبيرة على مستوى ألمانيا، على مستوى السويد، على مستوى دول كثيرة. أفضل حاجة إنه النقاش، هذا رقم واحد، إنه الهيئة السعودية للتخصصات مشكورة مع وزارات مختلفة حجينا في ألمانيا وحيتناقشوا معنا في هذا الموضوع، لأنه في أخصائيين هنا في ألمانيا، في استشاريين نواب، في استشاريين بيعملوا بطريقة رسمية في ألمانيا. إحنا هنا في ألمانيا وصلنا إلى مرحلة ولله الحمد إنه بندرب الأطباء بشهادات من استشاريين موجودين في المملكة، مثل ما شاء الله تبارك الله الدكتور ممدوح عشي، واحد له وزنه في البلد في مجالنا، كان عندي موجود هذا الأسبوع، دخلناه غرفة العمليات، عملنا عملية عن طريق نقل الأنسجة وإعادة ترميم الأطراف باستخدام جراحات الميكروسكوب وما إلى ذلك، وبالتالي الإشادة موجودة من ناس من برا ومن الملحقية نفسها أساسا، والإشادة حتى من المجتمع دكتور، ولكن لابد أنه يكون في نقاش صحيح لإعطاء صورة واضحة وإتلاف الصورة النمطية في هذه الدول. شكرا جزيلا دكتور زياد، أنتم مفخرة لنا كأطباء سعوديين، نتمنى فعلا أن يعاد النظر في موضوع هذا التصنيف، نتمنى أن تكرموا اليوم، مو أنه تطالبوا بحقكم في التصنيف، تكرموا على ما قدمتموه حقيقة من عمل يفخر به الطبيب السعودي. شكرا جزيلا لك دكتور من ألمانيا، أعرف أنه عندك عمليات أخرناك يعني عليها، شكرا جزيلا لك. حماد عندك تعليق على حديث نعم. الدكتور في البداية دكتور زياد هو مثال حي على أن الطبيب السعودي يجد تقدير خارج حدود الوطن، بينما داخل الوطن يجد يتم وضع المصاعب أمامه. يعني الدكتور زياد لسه من فترة قريبة تم الاحتفاء به نظرا لجهوده، وشيء مميز وشيء مشرف للمبتعثين السعوديين، حتى وكالة البعثات بوزارة التعليم احتفت به مؤخرا عن طريق حسابها في تويتر. جميل. طيب دكتور الجين خليني أرجع لك في نقطة، من يتحدث اليوم عن الأخطاء الطبية ويقول أنه مثلا هذه الاختبارات بهذا الكم وهذه الكيفية من الأسئلة تحد من موضوع الأخطاء الطبية، تحد من موضوع الأخطاء اللي ممكن تحدث منكم أنتم كأطباء جدد يعني داخلين لسوق العمل الصحي في السعودية. طيب اللي أبغى أقوله أنه إحنا الآن لما نأخذ اختبار، لو شزنا اختبار الهيئة نصنف كطبيب عام، يعني تحت اسم استشاري، ما يحق لنا تشخيص، ما يحق لنا نسوي جراحة، ما يحق لنا حتى نصرف دواء. فأنت هنا فين تخاف من الأخطاء الطبية؟ عندنا 4 أو 5 سنوات على حسب الاختصاص اللي بناخده نسمى طبيب مقيم تحت اسم استشاري، تحت التدريب، تحت التعليم، ما نقدر نسوي شيء عشان يصير فيه خطأ.
وخلال الأربع خمس سنوات هذه في اختبارات مكررة عشان يشوفوا كيف إحنا في الـ دكتور حماد، أنت إيش المشكلة اللي حصلت لك؟ يعني أنت اجتزت الاختبار لكن في عندك مشكلة أخرى حصلت بعد الاختبار. نعم بالرغم أننا اجتزنا الامتحان لكن وجدنا عقبة السير الذاتية. السير الذاتية يتم احتسابها معدل 20%. للأسف يعني الطبيب تقدم على أساس بوثائق على أساس أنه يحصل على 18 من 20، يتفاجأ أنه حصل 7 من 20. عندما يقوم بإعادة التقييم يتفاجأ، طبعاً إعادة التقييم برسوم، نعم برسوم يدفع 300 ريال. طبعاً لو الكاميرا بس توضح هنا، الطبيب يعني أرفق السدد وطلب إعادة التقييم وجاله التقييم الجديد، فرق دقيقة واحدة كانت كافية للمقيم أنه يطلع على أكثر من 13 ملف. ويعاد النسبة مرة ثانية، هو يوضع له النسبة الأعلى. طبعا بعضهم نزل 7 درجات 8 درجات. طبعا هنا الدرجة الواحدة خلال دقيقة واحدة تم إعادة التقييم. نعم أقل من بعد دقيقة. سداد الرسوم بعد سداد الرسوم خلال أقل من دقيقة. بس نقطة بسيطة، طيب. طبيبين أرفقوا نفس الوثائق، هم نفس الجامعة، جميع الفعاليات حضروها، يتفاجأ أحدهم حصل على 15 والثاني 9. إيش الفرق؟ إيش المعايير المستخدمة من قبل الهيئة؟ هذه في نقاط كثيرة. أنا بس حبيت أوضح نقطة، الأطباء توجهوا إلى مقرات الهيئة بالمئات، حاولوا يوصلون لحلول مع الهيئة، رفعوا معاملة دكتور زياد نقشبندي. للأسف ما قدرنا، دكتور زياد نقشبندي هو مدير التنفيذي ورئيس التنفيذي للهيئة الأكاديمية. دكتور حاولنا نوصل لهم بأي طريقة، الخدمة التواصل يتم إغلاقها في وجهنا، هي الجهة الوحيدة. للأسف قبل عدة أيام تفاجأنا أنه الهيئة، كبار مسؤولين في الهيئة قاموا بزيارة لهيئة تدريب أطباء في مصر للإشراف على زمالة المصرية، ويتم الاعتراف من قبلهم. يعني هم وجدوا وقت أنهم يتواجدون في مصر ويحلون مشاكل الزمالة المصرية ويشرفوا عليها، بينما ما آلاف من أطباء الوطن، إحنا عددنا بالآلاف حاليا نواجه مشكلة في السيرة الذاتية، ونهاية تاريخ القبول 25/3 إلى حد الحين ما وجدت الصورة. دكتور أنا قبل يعني عشان الختام وما عاد عندي وقت، أبغى أعرف إيش الحلول والمطالب اللي أنتم تطالبوا فيها كنقاط. لأنه طيب عجبتني كلمة حلول، لأنها هي فعلا حلول. إحنا ما ينفع 1000 طبيب وطبيبة نكون عاطلين عن العمل. إحنا إذا أسبوع واحد كنا بعيدين شوية عن العمل، في معلومات ننساها. الطبيب هو الإنسان الوحيد اللي لازم يكون تحت التدريب طوال الوقت، وإحنا إلين يومك هذا بنتعلم أشياء جديدة. الحلول اللي بقول لك إياها، بما أنه الاختبار احتوى على تخصصات دقيقة جدا ما يعادل 40%، وذكرت أنه ممكن الاستشاري يحلها، نطالب أنه أو الحل أنه يعادلون الدرجة، يعادلوا درجة 40% وينزلوا يقللوا من نسبة النجاح، يعادلوا الدرجة عشان إحنا نعدي. أما يجلسون في البيت 1000 طبيب وطبيبة، هذا ما هو حل ولا تمثل الرؤية حقت 2020 أبدا. شكرا جزيلا لك دكتور لجين، شكرا دكتور حماد، وشكر طبعا موصول للدكتور زياد الحربي اللي شاركنا من ألمانيا، طبيب سعودي يعني نفتخر به حقيقة، ويفتخر به الوطن بهذا الإنجاز اللي يقدمه على مستوى العالم وفي مستشفى عالمي. هي بحد ذاتها رسالة، يعني حديث الشباب اليوم وحديث الدكتور زياد رسالة واضحة في أن يتم إعادة النظر في هذه الأمور التي يعاني منها الطبيب السعودي، هذا الاختبار، ويصل هذا الطبيب السعودي حقيقة إلى المستشفيات السعودية في مقابل هذه الأرقام والنسب اللي موجودة للأطباء الوافدين. أرجع لك مرة ثانية زميلي علي. شكرا يا سامي، شكرا. بالعكس هذه كلمة حق في مكان ومنبر حق. الحق ما يزعل، ابن البلد هو الأولى بغض النظر. يعني احنا في الأمريكا نشوفها، في يوروب نشوفها، في أستراليا نشوفها، في كل مكان نشوفها. ايش معنى اذا جينا نطبقها في السعودية ركبنا الغلط وصار عندنا مشاكل وصار عندنا احنا والله حزازيات من بعض الجنسيات؟ ما عندنا حزازيات، بس انا من حقي اني اوظف ابن بلدي مع كل الاحترام لكل الجنسيات. يعطيك العافية، خصوصا انه مميز يا علي، خصوصا صحيح. ابن البلد صحيح. مميز اليوم، يتواجد في مستشفيات عالمية اليوم، ولا قاعد أجامل، هذا في النهاية فيها قسم وفيها مهنة وفيها احترافية، صحيح. ومع ذلك لدينا ما شاء الله من يشرفوننا خارج البلد، فما بالك أنه والله جالسين عندنا في البلد ولا أعطيناهم فرصة. على كل إن تشكر سامي على طرح مثل هكذا قضية، ونشوفك إن شاء الله إذا الله أراد إن شاء الله الجمعة المقبلة. شكرا لك إن شاء الله.